مرحبا بكم. المنتخب الوطني التونسي تفصل تقريبا 7 ساعات على مواجهته الهامة الليلة بداية من 9 ضد منتخب مالي. كل الأخبار والتفاصيل والأجواء في مدينة كوروغو عند مبعوثنا الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك. مرحبا بك فامي، مرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا اللي تابعوا فينا صوتا وصورة على موزايكا فام وعلى صفحات على الفيسبوك. بالفعل أقل من 7 ساعات كما كنت تحكي على الموعد الهام والحاسم، قد يكون حاسم لمنتخبنا الوطني في مسار الترشح إلى دورة القادمة. مباراة هامة نعولوا عليها برشا ونعملوا على السنة الوطنية باش يشرفوا الراية ويتداركوا الهزيمة المخجلة أمام منتخبنا ميديا. منذ ساعات تقريبا بدينا نشوفوا في الشوارع هون في كوروغو عدد من الجماهير التونسية، ثم فيديوهات منهم لنا مبعوث موزايك ومصورنا وصور فيديوهات أحمد الدشرار تقام على صفحتنا فيها برشا أجواء تونسية بحتة. شفنا المراول البيض الأحمر الزرق حتى الزرق موجودين وصلوا فيها إلى الكوت ديفوار. هوني تونس بتلعب المراول الأحمر الكيما اللي لابسه أنا توا، وتشكيلة منتخبنا فيها 3 تغييرات مقارنة بمباراة ناميبيا. في التشكيلة بتكون بشير بن سعيد، وجدي كشريدة، علي العابدي على اليسار، منتصر الطلبي ياسين مرياح، قدامهم رياس الصخيري، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، حمزة رفيع، الياس عاشوري، ويوسف المساكني. إن شاء الله تباعا على مدى النهار كامل من هوني المباراة تابعوا على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى الانستغرام بتاعنا، زاد كل الصور والفيديوهات خاصة بمباراة هذه وأجواء الجماهير التونسية. فقط نعطي عدد بالنسبة للجماهير التونسية، عدد المنتظر باش يكون ما بين 800 مشجع و 1000 مشجع تونسي، جاءوا من عدة مدن، من أبيجون اللي بعيدة 600 كيلومتر، من بواكيري بعيدة 230 و 240 كيلومتر، ومن سان بيدرو بعيدة 830 كيلومتر. إن شاء الله الملاعبية يعرفوا التوانسة قداش ضحاوا باش يوصلوا يجيو في فرجة في ماتش هذايا في سخانة. مادام حكيت على درجة الحرارة، توا حاليا درجة الحرارة مرتفعة جدا، نحكيو على 35-36، توصل بعد شوية حتى 38، لكن في وقت المباراة تكون باهية درجة الحرارة، أقصاها تكون 27-28 وقت المباراة، حتى الآخر توصل ل 24-29، يعني الظروف الكل إن شاء الله ملائمة ما تكونش برشا إيميديتي. بالتوفيق لنسور قرطاج في مباراتنا ضد منتخب مالي. فقط زاد نشير المعلومة، كونه كنا حكينا على إيف دي سوما، كونه في شك كونه يكون، كنا قلنا نسبة كبيرة مش تكون موجود، ولكن المعلومة حصلنا عليها منذ حين كونه إيف دي سوما مش يكون موجود مع المجموعة وقد يكون أساسي. ومنتخب مالي سيحافظ تقريبا على نفس الرسم التكتيكي ونفس التشكيلة اللي لعبت المباراة الأولى ضد جنوب أفريقيا. شكرا لك أحمد عادل مباشرة من كوروغو، شرف بالتوفيق اليوم لعناصرنا الوطنية، وإن شاء الله اليوم 3 نقاط مهمة، نأكدوا ديما على 3 نقاط لأنه تخلينا نبقى بكامل حظوظنا حتى المباراة الثالثة في حسابات المجموعة الخامسة. برنامج اليوم في الكان المجموعة الرابعة بداية من نواضي 3، المنتخب الجزائري في مباراة مهمة لي أمام بوركينا فاسو، وفي نفس المجموعة 6 متاع العشية منتخب موريتانيا يواجه أنغولا. نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي، مفروض أنه حاليا الدور أعمال جلسة العامة الانتخابية لانتخاب قائمة واحدة، قائمة عبد العزيز المخلوفي. شنو آخر الأخبار الكواليس في الجلسة العامة مع فتحي بوجناح مراسلنا في صفاقس؟ فتحي مرحبا بك. مرحبا بك فهمي، أنت كل اللي سمعوا فينا في مزايكة فهم، احنا موجودين تو في مركب النادي الرياضي الصفاقسي. الجلسة العامة كما قلت أنت تنطلق الساعتين، لكن باعتبار عدم توفر النصاب حضروا 26 فقط منخرط إلى حد الساعتين من مجموع 566، إذن ما توفرش النصاب اللي هو 284 منخرط. إيش يقول القانون النظام الداخلي في الحالة هذه؟ تأخير الجلسة بساعة أي تنطلق الثالثة مهما كان عدد الحاضرين، يعني الجلسة العامة للنادي الرياضي الصفاقسي تم تأجيلها بساعة وباش تنعقد في 3 متاع العشية مهما كان العدد متاع الأحباء المخرطين اللي مسجلوا الحضور متاعهم في الجلسة العامة متاع اليوم اللي فيها قائمة وحيدة متقدمة هي قائمة عبد العزيز مخلوفي. أكيد نشوفه اليوم برشا أسئلة من الأحباء بخصوص الوضعية السابقة وأيضا المستقبل القريب للفريق وعملية إصلاح الإدارة وغيرها من المواضيع الهامة المطروحة على قائمة عبد العزيز المخلوفي في الفترة القادمة للمدة النيابية 2024-2026. شكرا لك فتحي بوجناح مباشرة من صفاقس وتفاصيل الجلسة العامة الانتخابية للسي اس اس. من أخبار الميركاتو، عزيز فلاح لاعب الترجي الرياضي التونسي انتقل بشكل إعارة ب6 شهور إلى مستقبل كاس. في إنجلترا حاليا أرسنال متقدم 2-0 على كريستال بالاس، 6.5 برنتفورد تواجه نوتنغهام فورست. في إيطاليا مع 6 روما إلى سبيرونا، مع 9 غرباء أودينيزي تواجه ميلان. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام.